بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله معانا دلوقتي مع امتحان رقم 9 من امتحانات كتاب المعاصر زي إجزام. نبدأ بسم الله. أول سؤال بيقول لي نوت تو نوت مينز تو هاف أن إفكت أون ذا واي سام ون أور سمثينج ديفلوبس أور بيهيف، إنك يكون ليك تأثير على شخص أو على شيء في الطريقة اللي بيتطور بيها أو بيسلك بيها. دي معناها يؤثر على، اللي معناها اسمها إنفلونس. The doctor advised her to take the medicine to the aching. الدكتور نصحها انها تاخد الدواء لكي اكيد تخفف الالم. وهنا قبل ما نحل السؤال ده انتبه لي كده لما اكتب لك اكتر من كلمه، لان احنا في الامتحان طبعا محتاجين الكلمات دي. اول كلمه عايزك تعرفها ان كلمه ease يعني يخفف. ممكن نستخدم بدلا منها كلمه lighten. light يعني خفيف، lighten يعني يخفف. وبرضه ممكن نستخدم كلمه cool، وممكن نستخدم كلمه re ليف. الكلمات دي كلها كده بمعنى يخفف. وكلمة سوز اللي معناها برضو يخفف، وكلمة كوم فورد، كل الكلمات دي كده معناها يخفف. طيب احنا في الاختيارات بقى قدامنا مين؟ تعال نشوف. ريليز ايز، طبعا عندك ايز، يبقى ايز ذا ايكنج يعني يخفف الالم. دو يو ثينك نوت سكول ات ا سمول ايج از ا ميريت اور ديميريت، هل تعتقد ان بدايه المدرسه يعني او انك تروح المدرسه في عمر مبكر ده ميزه ولا عيب؟ كلمه ليرن يتعلم، drop يعني يسقط، start يبدأ، وجو يعني يذهب. طب ليه ما نقولش going؟ طيب احنا طبعا هنختار هنا start، start school يعني يبدأ المدرسة. ليه ما نقولش going؟ going to school. وخد بالك احنا في مصطلح كده احنا كنا خدناه قبل كده اسمه start a new project. start a new project، ممكن بدل start دي ممكن نستخدم بدلا منها كلمة do. do a new project، start a new project. الجملة بعد كده we all love our English teacher، كلنا بنحب معلم اللغة الإنجليزية بتاعنا. although he is not a teacher، أو أنا not a teacher، لأنه بالرغم إن هو مدرس إيه؟ إحنا بنحبه بالرغم إن هو strict يعني صارم، energetic يعني نشيط، independent يعني مستقل، وcheerful يعني مبتهج. وما تنساش وما تلخبطش في الفرق بين كلمة strict وبين كلمة serious. serious دي معناها not laughing يعني ما بيضحكش ما بيهزرش يعني. لكن استريكت حاجه لها علاقه باللوز، يعني هو حريص ان اللوز او الرول تطبق بشكل كويس، يبقى ده راجل استريكت. طب راجل بيشتغل ما بيضحكش خالص ولا ما بيبصش وراه، يبقى ده راجل سيريس. طيب بعد كده هارد وركينج بيبل ان اول فيلدز شود بي، الناس العمال العاملين بجد في كل المجالات يجب ان ديسمس يعني يطرد، بتساوي كلمه فاير لاف اي ار اي دي، نيجليكت يتجاهل، فاين يعني يغرم، واونورد يعني يكرم او يشرف، يبقى رقم دي. طيب بعد كده I like reading fictional novels، بحب أقرأ الفيكشنال نوفلز. هنا قبل ما أحل الجملة دي عايز تاخد بالك من حاجة كده، إن كلمة fictional fictional دي معناها خيالي يعني قصة خيالية ماهيش واقع. عكسها بقى اسمه non fiction اللي هو الواقع. non fiction ده اللي هو الواقع. طيب في السؤال هنا بقول لك إن أنا بحب أقرأ الفيكشنال نوفلز. طيب الفيكشنال يعني الخيالي. الكلمة اللي بتساوي كلمة fictional، وركز فيها عشان دي مهمة، الكلمة اللي بتساوي كلمة fictional بنفس المعنى ونفس الآلية اسمها imaginary. الاثنين دول معناهم خيالي يعني مش واقعي يعني not true. لاحظ كده ان كلمة fictional بتساوي imaginary بتساوي not true. طب ما انا برضو بشوف ساعات في الاختيارات كلمة اسمها imaginative دي معناها خيالي يعني شخص مبدع. فانت لو فاكر لما كنا بنقول ابو تريكا، تريكا از ان اماجيناتيف بلاير يعني لعيب مبدع، لعيب خيالي بمعنى مبدع. طيب لكن لو القصه دي ما حصلتش وانت مفتكسها يبقى اماجينيري. طيب نرجع لبقى موضوعنا بقى. بيقول لك هنا انا قرات انا بحب اقرا فيكشنال نوفلز. فيكشنال دي السينونيم بتاع فيكشنال، فاكتشوال واقعي، ريل حقيقي، اماجينيري واماجيناتيف. قلنا imaginative دي معناها creative مبدع، لكن هنا imaginary بتساوي fictional. His disappearance for a week was mysterious. بقولك اختفائه لمدة أسبوع كان شيء mysterious يعني شيء سر أو لغز. الانتنم بتاع كلمة mysterious قبل ما نحل الجملة دي، خليك معايا لحظة واحدة بس، عايزك تعرف ان كلمة obscure بتساوي كلمة big يوس بتساوي كلمة مايس ترس. الكلمات الثلاثة دول معناهم غامض. الثلاثة معناهم غامض يعني حاجة سرية أو لغز، معناهم بيدوا معنى لغز أو غامض. طيب عكسهم بقى، الحاجة الغامضة دي عكسها الحاجة الكومبريهنسبل
يعني ايه comprehensible؟ معناها واضح او مفهوم. فعايزك تعرف ان كلمه obscure وكلمه ambiguous وكلمه monstrous الثلاث كلمات دول بمعنى واحد كلهم معناهم غامض. طيب ايه الفرق يا مستر بين كلمه ماستري وبين كلمه secret؟ secret ده معناها سر لا يعرفه احد، لكن ماستري معناها لغز الناس عارفاه بس مش فاهمه ليه. عشان كده اقول لك ان مقتل الرجل كان مايستري، يعني مقتل الرجل ده كان لغز، الناس كلها عرفت ان الراجل مات بس ما عرفوش ليه. طب لكن لما اقول لك ان المقتل ده كان سيكريت، سيكريت محدش كان عارف ان الراجل مات، ده معناها كده. طيب فنرجع لموضوعنا بقى، بقول لك his appearance for a week was maestrous. المهم عكس كلمه مايسترس، عكس كلمه مايسترس ايه؟ عكسها زي ما قلنا كلمه مايسترس بتساوي كلمه incomprehensible يعني غير مفهوم، بتساوي كلمه obscure بتساوي كلمه ambiguous، عكسهم بقى comprehensible يعني مفهوم او واضح. Please get the dictionary at school tomorrow. لو سمحت رجع القاموس، يعيد او يرجع اسمها get وبعدين back، يبقى دي back قدامك. The report today. التقرير يجب ان يكتب، يجب ان اللي هي has to. طب has to دي لما نخليها في المجهول يبقى has to be past participle، يبقى has to be written. Did you see علا at school today؟ وانت شفت علا في المدرسة النهاردة؟ قالت no I am uncertain she might have been absent، might have past participle اللي هي been. All the information that you told me، كل المعلومات اللي انت قلت لي عليها كانت صحيحة. لاحظ ان information اسم مفرد دايما، فهنستبعد are ونستبعد where. ثانيا ما ينفعش نقول is being ونجيب بعدها صفة، يبقى الإجابة كده بين، حتى لو انت مش فاهم الموضوع تختار was على طول. كل المعلومات كانت صحيحة. I'd love not more English with my friends. I'd love دايما بعدها to المصدر، يبقى to practice. وهنا قبل ما نوضح السؤال اللي بعده عايزك تعرف ان كلمة love دي زيها كلمة like وزيها كلمة prefer، بعدها بنجيب to والمصدر او الفعل مضاف له ing. لو انت قلت لي I love reading يعني انت بتعمل كده اصلا، لكن I'd love to يعني نفسي اجرب الشيء ده. فلما تقول لي I love to مثلا speak French، ده معناها ان انت ما بتتكلمش فرنساوي، انت نفسك تتكلم فرنساوي. لكن لو انت قلت لي I love speaking French يعني انت بتتكلم فرنساوي اصلا. love like و enjoy، love like و و وكمان hate، التلاتة دول كلهم بي و prefer طبعا بعدهم to المصدر ing. لكن لو انت قلت لي I would لازم بعدها to والفعل في المصدر. I'd love to، I'd prefer to، I'd like to. طيب نرجع تاني بقى لموضوعنا هنا. Is that the novel؟ النوفل الرواية غير عاقل، يبقى the novel which. Sorry she is very hot، الدنيا حر او هي حرانة. It is necessary that she is doctor at once. انت عارف ان بعد it's necessary، it's important، it's vital، it's اي حاجة من الكلمات اللي بتعبر لك عن الاهمية بعدها الفعل في المصدر حتى لو كان الفعل مفرد، يبقى that she see. If she read that novel. هنا ملحوظة مهمة جدا عايز تعرفها، ان الافعال اللي زي كلمة read وزي كلمة put وزي كلمة hit، الافعال للتصريف الاول والثاني زي بعض، فالاثنين واحد. فلما تكون الجمله فيها شي هيت اعرف ان هيت دي ماضي، ما اصل هي لو مضارع كان قال لك شي هيتس، وريد برضه نفس القصه. فانا في جملتي هنا لما اقول لك اف شي ريد ذات نوفل، لو انها قرات هذه الروايه، يبقى هنا ريد ماضي بسيط، فانا عايز الناحيه دي وود والمصدر قدامك وود بوت وود انت بوت، فمحتاج تترجم. لو هي قرات الروايه دي هي كانت هتسيبها ولا ما كانتش هتسيبها لانها قصه جميله؟ ما كانتش هتسيبها لانها قصه جميله، يبقى وود انت بوت. It has become available for students to have their exams online on المعاصر website. أصبح من المتاح للطلاب إن هم يجعلون الامتحانات تو صحح، يبقى have مفعول past participle، يبقى marked. القطعة بقى. Which job do you want to do when you leave school؟ إيه الوظيفة اللي نفسك تشتغلها لما تسيب المدرسة وتخلص مدرسة؟ 150 years ago، من 150 سنة فاتوا، there were not many choices، ما كانش في اختيارات كتيرة. بعض الناس بدأوا يتجهوا للاتجاه الأكاديمي زي إن هم يصبحوا محامين أو محاسبين، والبعض الآخر اتخذ وظائف المطلوبة في المجال المهني أو التي تستدعي مهارات مهنية، vocational يعني مهني، زي إن هو يكون فلاح. Today however there are hundreds of new kinds، باليومين دول في مئات من أنواع جديدة من الوظائف التي لم نسمع عنها منذ 10 سنوات، وهذا من يعد الأخبار الجيدة للشباب اليوم. Because they are many، لأن هناك العديد من الوظائف المثيرة ذات ذي كان التي يمكنهم أن يقوموا بها. على سبيل المثال كمبيوتر بروجرامينج، برمجة الكمبيوتر على سبيل المثال لهواتف الموبايل أو لشركات المحمول. الموبايلات اللي من دول بيتطور كل يوم أو كل سنة، and the
فون كومبانيز وشركات التليفون بتحتاج كثير من الناس لتساعدهم في تطوير البرامج اكثر واكثر. وظيفه اخرى something called library science. وظيفه اخرى هي علم المكتبه. This is knowing how to understand information on the internet. وهو انك ازاي تفهم العلم المعلومات على الانترنت. This is very important for businesses which have a lot of information about their customers. دي وظيفه مهمه للناس اللي في عندهم شركات وعايزين يعرفوا معلومات عن العملاء بتوعهم. And want to know how to use it. وعايزين يعرفوا ازاي يستخدموها. الفكره دي معناها انك انت مثلا تدخل مره من المرات تدور على نوع معين من الموبايلات، فكل ما تفتح الانترنت تلاقيه جايب لك الموبايل نفسه في شركات مختلفه. So they can sell them things. ممكن يبيعوا للناس دول اشياء معينه. There are a lot of opportunities for work in the future. في فرص كتير للعمل في المستقبل. But they may not be the jobs that you have heard of before. وهيبقى في المستقبل وظائف انت عمرك ما سمعت عنها. بيقول لك السؤال the best title، العنوان المناسب هنا vocational jobs، الوظائف المهنية ولا الوظائف الأكاديمية ولا وظائف غير مطلوبة ولا ever changing jobs، الوظائف دائما التغير. هو عمال يحكي لك عن وظائف ويقول لك في وظيفة تانية جديدة ظهرت وبعدين في واحدة هتظهر، يبقى changing. السؤال 18 which of the following sentence is correct. ايه من دول صح؟ ايه الجملة الصح في دول؟ jobs today are similar، الوظائف اللي من دول زي وظائف زمان؟ طبعا لا. jobs in the future will be more traditional، الوظائف في المستقبل هتكون تقليدية؟ لا بالعكس، هتكون تقنية وحديثة. jobs in the past were only vocational، الوظائف زمان كانت فقط وظائف مهنية؟ لا، قال لك كان في ناس بيدرسوا أكاديمية وناس بيتجهوا للفوكيشنال، وكانت فوكيشنال دي يعني فلاحة فقط. يبقى أكيد الإجابة نمبر دي jobs in the future will be different from those، الوظائف في المستقبل هتكون مختلفة عما هي عليه الآن. the main idea of the passage is that jobs، الفكرة الأساسية في القطعة هي إن الوظائف في المستقبل might not exist today، might not exist totally today، يعني وظائف المستقبل ممكن ما تكونش نفس الوظائف الموجودة اللي من دول. وهو ده نفس الكلام اللي هو قالك أهو they may not be the jobs that you have today. يبقى دي رقم إيه اللي صح؟ معناها إن الوظائف في المستقبل هتكون وظائف غير الموجودة حاليا، وهيكون في وظائف أصلا مختلفة عن خيالك. which of the following job couldn't people do 100 years 150 years ago. ايه الوظائف اللي هنا ما كانش الناس بيعملوها من 150 سنه؟ اكاديميك، كانوا بيشتغلوا اكاديميك، وفوكيشنال، وكانوا بيزرعوا. يبقى اكيد كمبيوتر بروجرامينج ما كانتش موجوده. 21 according to the passage كلمه كاستمرز الناس الزبائن هم الناس اللي بيعملوا ايه؟ بيشتروا. يبقى باي. The best sentence which summarizes the passage. افضل جمله بتلخص القطعه. academic jobs will prevail. الوظائف الاكاديميه هتنتشر في المستقبل، ولا الطيارين ورواد الفضاء will be the most needed، هيكون اكتر ناس مطلوبين ما جابش سيرتهم. jobs in the future، وظائف في المستقبل ستكون متصلة بالكمبيوتر والتكنولوجيا فعلا دي. طيب يبقى بعد كده السؤال the writer thinks that we should، الكاتب يعتقد ان احنا المفروض change our jobs، نغير وظائفنا. prepare children for future jobs، نجهز الاطفال لمستقبل وظائف المستقبل. search for new jobs، نبحث عن وظائف جديده. refuse our recent jobs، الكاتب يرى ان احنا لابد ان احنا نجهز اطفالنا لوظائف المستقبل لانها وظائف متغيره. يبقى future jobs دي اللي صح. السؤال الاخير بقى according to the passage who can benefit well، مين اللي ممكن يستفيد من الموضوع ده؟ هو ذكر لك هنا قال لك الشباب، يبقى all people ولا youth. القطعه خلصت. القطعه الثانيه بقى بقول لك sometimes people may be punished for things they didn't do، احيانا ممكن الناس يعاقبوا على اشياء لم يرتكبوها. do you think that we should stop doing good things in case we feel danger، هل تعتقد ان احنا المفروض ما نعملش حاجه خير عشان نبعد نفسنا عن الخطر؟ or we should continue doing it، او ان احنا نتوقع نستمر في عملها. ده فعلا موقف صحيح، انت ممكن تبقى ماشي في الطريق وتلاقي واحد ميت، فلو بلغت البوليس يبقى انت اللي قتلته اكيد يعني، فالموضوع قبيح فعلا. on the night of april، في ليله من ليالي شهر ابريل يوم 14، لاحظ ان الشهر واليوم في حته وبعدين كما وبعدين السنه. في يوم 14 ابريل 1865 بريزيدنت ابراهام لينكولن واز اتندينج ذا ثياتر ان واشنطن، الرئيس ابراهام لينكولن كان بيحضر المسرح في واشنطن. في نص الحفله وفي نص الاداء العرض ان اكتور نيمد جون ويكس بوث سيكينج تو افنج ذا ديفيت اوف ذا ساوث، واحد اسمه بوث ده كان عايز ينتقم من ابراهام لينكولن. سليبت انتو ذا بريزيدنشال بوكس، دخل لحد ما اقترب من المكان اللي قاعد فيه الرئيس وضربه بالنار. بوث اسكيبت ذا سياتر، وهرب بوث من المسرح بات بروك هيز ليج وين هي ليبد فروم ذا بريزيدنتس بوكس سيت تو ذا ستيج، لكنه كسر رجله لما نط من على المنصه اللي كان عليها الرئيس. 5 اور ليتر، بقى 5 اورز ليتر، بعد 5 ساعات بوث اند هيز كومبانيون ارايفد ات ذا هوم،
of the doctor called Samuel Mudd. البوث ده هو وصاحبه الاثنين اللي قتلوا الرئيس يعني اتجهوا لمنزل دكتور اسمه سامويل، ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع، ما كانش يعرف اي تفاصيل عن الاساسينيشن اللي هو الاغتيال اوف ذا بريزيدنت. هي سيد ذلك، طبعا هو الدكتور بدأ يعالج المريض واقنع الاثنين دول ان هم يباتوا عنده بالليل في البيت لان هم ما ينفعش يمشوا برجل الراجل مكسورة. اليوم الثاني بوث اند هيز فريند يوزينج فولس نيمز، بوس وصديقه كانوا بيستخدموا اسماء مستعاره، دفعوا فلوس للدكتور وغدروا من عند دكتور مد. المشكله بقى ان ادريت تو ذا تشارج ذات هي ووز افريند، المباحث قبضت على الدكتور ده واتهمته ان هو صديق لبوث وبالتالي ساعد في خطه الاغتيال، بالرغم الدكتور يعني ما عملش حاجه خالص زي كده. هي انسيستد ذات، الدكتور صمم يا جدعان انا ما عملتش حاجه من دي ولا اعرف حاجه عن المكيده، بات ذا كورت اسنتنسد، لكن المحكمه حكمت عليه بالحبس او السجن مدى الحياه. هي واز امبريزنت ات فورت جيفرسون، هو حبسوه في مكان اسمه محكمه جيفرسون ده ذا وورم. طبعا المكان كان دافئ وهيوميد وكان رطب. at the fort was perfect breeding، طبعا المكان كان مكان مناسب جدا لنمو الحشرات وخصوصا الناموس. again and again، مرات ومرات. these بست، طبعا الحشرات دي كانت بتطلع وتلدغ الناس فبتعمل جراثيم والناس كلهم بداوا يتالموا من الموضوع والدكتور موجود معاهم، فتطوع الدكتور ان هو يعالجهم. because he was the only doctor on this island، الدكتور هو الوحيد الموجود على المكان ده في المكان المحبوسين فيه، فكان مضطر ان هو يعالج الناس. he had to fight disease، كان لازم يقاتل المرض. Even after he was infected himself، حتى بعد ما هو نفسه أصيب. In spite of the fact that the guards and the other inmates called him the Lincoln murder، برغم ان الجنود اللي معاه اللي بيحموهم والمساجين كانوا بيسموه قاتل لينكولن، الا ان هو كان بيحاول ان هو يساعدهم ويدعمهم. And treated him very badly، وكانوا بيعاملوه بشكل سيء. He worked hard to fight the disease، كان بيشتغل باجتهاد عشان يساعد في القضاء على المرض. Meanwhile في الأثناء دي his wife was working heroically، في الأثناء دي كانت زوجته بتعمل ببطولة في واشنطن عشان تحاول تنقذ زوجها، وبعد 4 سنوات من الصراع استمكنت من ان هي تثبت براءته او تحصل له على عفو وخرج من السجن. The best title for this passage، أفضل عنوان هنا للنص ده ايه؟ تعال نشوف الاختيارات. أول واحدة the reasons، طبعا احنا عايزين نعرف التايتل المناسب للقطعة. أول واحد the reasons for Lincoln's assassination، أسباب اغتيال لينكولن، ولا Lincoln's efforts، جهوده في أمريكا، ولا a fair trial، محاكمة عادلة، ولا unfair trial، محاكمة غير عادلة. وده اللي حصل فعلا، بيحكي لك عن قصة الدكتور. What was the unfair cause of Dr. Mudd's conviction، إيه السبب إدانة الدكتور مد، سبب إدانة إن هو اتهم إن هو صديق لبوث. طيب هي هيلبت بوث جيت اواي، هو ساعد بوث ان هو يهرب. هي هيلبت بوث السنيت لينكولن، ساعده فيه عذرة ان هو يعني يغتال لينكولن، ولا هي didn't like president، ما بحبش الرئيس، ولا هي lied to both and his flow، هو ساعد، هو كذب على بوث وصديقه. السبب من دول الصحيح اللي هو ادين بيه ان هو ساعد، يعني متهم بمساعدته في اغتيال لينكولن. طيب according to the passage، وفقا للقطعة، Booth killed Lincoln because، معذرة يا شباب على الزغطة دي غصب عني بقى، بس مش هفصل الفيديو لان لو فصلته ممكن يضيع. according to the passage، وفقا للقطعة، Booth killed Lincoln because، وفقا للقطعة، Booth قتل Lincoln ليه؟ في قط في حتة هنا بيقول لك revenge for the thousand، عايز اوريها لك عشان هي كلمة واحدة ف مؤثرة على القطعة. اهو avenge the defeat of the south، يبقى كده الإجابة المفروض تبقى رقم B he supported the defeated south. بعد كده رقم 28 the last paragraph represents، البراجراف الأخير ده اللي هو تم حبسه في معرفش فين كده، مكان كان فيه رطوبة وحشرات وكان الناس كلهم هناك في حالة تأذي والناموس كان بيقرصهم وكانوا بيموتوا، بيحكي لك هنا عن معاناة الناس السجناء، يبقى the suffering of prisoners. طيب ليه مش حياة السجناء؟ طيب كان في واحدة هنا مكتوب فيها حياة السجناء اهي. The life of ليه ما ناخدش دي؟ لو قال لك the life of prisoners معناها ان هم بيصحوا الساعة كام وبياكلوا ايه وبيتغدوا ايه وبيعملوا ايه وكده يعني. 29 why do you think Dr. Mudd fought، ليه دكتور مد قاتل المرض السخونية الحمى الصفراء بتاعتهم دي
في السجن. Because the prisoner and the guard, because the prisoners, لأن السجناء والحراس كانوا أصدقاء، لا ما كانوش أصدقاء، وده هم كانوا بيصدروا بيسموه القاتل. There was no one else، ما كانش في حد غيره ليقي يحارب أو يقاتل المرض، وهو ده فعلا اللي اتقال، لأن هو كان الدكتور الوحيد. After reading the story، بعد قراءة القصة بتاعة الدكتور ماد، we can see that he was a not person، بعد ما قرأنا القصة نعرف إن هو شخص reliable and kind، يعني راجل موثوق فيه وراجل تعاطوف، ولا أناني وطماع، ولا عنيف وذكي، ولا معتمد اعتمادي ومهمل، أكيد كان راجل kind وعطوف وآخر حلاوة. طيب which of the following sentences is correct؟ إيه الجملة الصحيحة؟ Prisons is poor areas are full of diseases، السجون هي أماكن فقيرة مليئة بالأمراض، ولا السجن مكان متطور وما فيهوش أي عناية، متطور ما فيهوش عناية طبعا غلط، والسجن لا يعاني منه السجناء لا يعانون في الزنزانة، ولا prisoners lead healthy life، السجناء بيعيشوا حياة سعيدة، يبقى أول واحدة فعلا السجن ده مكان فقير ومليء بالأمراض. بعد كده رقم 32، the main reason for the spread of fever، السبب الأساسي لانتشار المرض، هو قال لك أن المكان ده كان humid وبالتالي كان في أمراض. تعال نشوف العدد الكبير من السجناء، ما نعرفش عددهم كام، الطعام الجيد، ما قلناش حاجة خالص، باكلوا ايه وبيشربوا ايه. The warm and humid climate here، هي دي الترجمة. تعال نترجم واقول لك الترجمة الصحيحة مين والغلط مين وليه. اول واحدة الترجمة الصحيحة بتاعتها رقم ايه، طيب الباقيين غلط ليه؟ هنا بقول لك ان مشكلة الاسكان، سريعا كده عشان ما نطولش في الفيديو، اجبرت عيب من الشباب على الاضراب عن الزواج، ما قالكش الاضراب، هو قال لك هنا تو ريجكت، يعني يرفض او يعزف عن، اللي بعدها برضه فيها الاضراب ودي غلط. ثانيا تدعو، تدعو دي ما قالكش تدعو، قال لك هنا فورسد اجبرت. الاخيره خالص كانت غلط، لانه بيقول لك تعتبر مشكله الاسكان من من أجب... من هي المشكله دي بني ادم، عشان لك من اجبرت. ثانيا هو بيقول لك هنا وهذا ليس من الصعب للشباب، بالرغم انه قال لك هنا this is because it is difficult، وذلك لانه صعبا. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 34، 34 الاجابه فيها رقم جيم اللي هي سي. طيب الاولانيه غلط ليه؟ بقول لك في مصر تاخذنا مسؤوليتنا عايده موحده، ما قالكش موحده، قال لك many responsibilities dividing their time، مقسمين اوقاتهن. طيب الثانيه رقم بي غلط، في مصر تحملنا مسؤوليات عديده، تحملنا دي ماضي بالرغم من الجمله هنا بقول لك ايه شولدر، يتحملنا مضارع بالرغم ان هي ماضي هنا، يبقى ده غلط. الاخيره خالص من العاملات، ما قالكش عاملات، المفروض ان هم نساء عاملات. ثانيا في الجمله دي برضو محدده مش موجوده محدده، قال لك مقسمه، يبقى رقم سي اللي صح. الجمله اللي بعد كده فيها حاجه لاحظتها في الجمل دي كلها، ان كلهم فيهم خطا، اللي هو كلمه زي ستيل ستاند، هنا مش موجوده زي ما في الكتاب، ودي حاجه حلوه عدلوها. طيب المهم الاجابه الصحيحه رقم بي، ديسبايت ذا بروجريس مان هاز اتشيفد ان اول فيلدز، زي ستيل ستاند هيلبلس ان فرونت اوف سام ناتشرال ديزاسترز. لو انت الكتاب معاك فهتلاقيه كاتب في كل الجمل ستاندس مش ستاند، وطبعا ده خطا، المفروض تبقى ستاند عشان زي. طيب اول واحده غلط ليه؟ لانه قال لك هنا مان هاد اتشيفد، بالرغم هو بيقول لك في الجمله رغم التقدم الذي حققه الانسان مش عارف ايه كده، الجمله كلها زمانها ماضي بس ما فيهاش ظرف، ترجمها مضارع تام، هو هنا عاملها ماضي تام. طيب رقم سي غلط ليه؟ لان الجمله بيقول لك هنا فرونت اوف سام نيتشر ديزاسترز، المفروض ان كوارث طبيعيه اسمها ناتشرال ديزاسترز، ورقم دي برضو قال لك نيتشر، يبقى رقم بي الاجابه صح. 36 الاجابه الصحيحه رقم دي. طيب ليه الباقيين غلط؟ اولا هنا بيقول لك الشائعات اللي هي اسمها رامرز، هو عاملها هنا رورز وهنا روز، يبقى بي وسي كده بايظين من اولها. ورقم ايه غلط؟ لانه بيقول لك هنا ليد تو سوسايتيز استابيليتي، تؤدي الى استقرار المجتمع، بالرغم ان هو قال لك هنا عدم استقرار. طيب بعد كده ويتش اوف ذا فولوينج كان بي اتاتشد تو ذا ايميل، عايز ابعت ايميل، ايه اللي ممكن ابعته من دول؟ ممكن ابعت صوره، وممكن ابعت نص مكتوب، وممكن ابعت فيديو، يبقى كل دول صح. اختار الاجابه الصحيحه، اي ايت فيش، هالا ايت، انا اكلت فيش، ولكن لما نيجي نربط جملتين ببعض احنا بنستخدم سيمي كولون اللي هي رقم بي، وده قلناه وفصلناه كتير. What term is used to describe how to essay؟ السؤال ده مهم جدا، عايزك تعرف انك لما تيجي تسال، لما يقول لك في ايه في مقال، المقال اللي بيجاوب لك على السؤال هاو اند واي، تعرف ان ده انفورماتيف، معرفش ايه القصه اللي انا فيها دي، انفورماتيف. لكن لما يقول لك هاو تو، اعرف ان ده اكسبوزيتوري على طول، ولازم تكتب الكلمتين دول في كتابك وتحفظهم. طيب المهم هاو تو احنا قلنا اكسبوزيتوري. Which of the following sentences has the correct punctuation؟ ايه الجمله اللي فيها الترقيم الصحيح في
في دول كان يو بليز كان يو هيلب مي بليز، انا هنا محتاج ارجع للورقه معلش انا عارف ان طلعت كتير معلش اعذروني بس مش هكمل 30 دقيقه برضو. عايز تعرف ان كلمه بليز دي ممكن تيجي في اول جمله فاقول لك بليز مثلا سيف يور ماني، من فضلك اوفر فلوسك، وعملنا هنا كما بعد بليز، او نقول لك سيف يور ماني واعمل كما واكتب لك هنا بليز لانها جت في اخر الجمله. اقول لك عمر واعمل فصل بعدها بليز واعمل فصله بعدها، الفصله دي بتاعت عمر لانه منادى والفصله دي بتاعت بليز خد بالك من القصه دي. طيب هنا بقى يبقى انا عايز اقول لك كان يو هيلب مي بليز وبعدين قبل بليز عايزين كما هنا، كان يو هيلب مي بليز كما بليز، يبقى دي اللي صح. خلصنا امتحان الحمد لله ومعذرتنا على حاله الزغطه الجميله دي. فاتمنى ان تكونوا موفقين واسمع كل الامتحانات ما تسيبش ولا امتحان، هم 20 امتحان وزعهم يا بطل، حتى لو وصلت انك تسمع وانت رايح على الامتحان في الطريق اتمنى لكم التوفيق. لو عندك اي اسئله تواصل معايا بالتليفون وربنا يوفقكم ان شاء الله. ما تنسونيش من صالح دعاكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلصنا الامتحان 40 من 40 يبقى مفيش اخطاء. انا طبعا لما ببص على النتيجه مش عشان اشوف انا جبت 40 من 40 من 40 ولا لا، علشان لو في سؤال احنا حليناه غلط ارجع اشوفه واشوف قصته. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه بالرغم ان انتم ماشيين. السلام عليكم.